سلام سلام سلام، شوفوا الشوكولات مجدينو. هذا الماكازين دائما صراحة يكون فيه باكيات ديال 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 الانواع ديال الشوكولا. اللي مشرى يتنزه. مع دابا الاحتفالات الاحتفالات دابا ديالهم تيديو لي شوكولا. حنا ما نقدروش ناكلو اصلا هاد لي شوكولا لانه فيهم شراب، اكثريتهم بالخمره. شوفوا شراب زعما. انواع 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 انواع. وتما المكياجات، هما المكياجات وداكشي. حنا دابا فيلز، هذا كلينيك، ولكن ما كاينش السيل صراحه. كلارينس، ما يمكن بزاف ديال لي مارك بلا ما نصور هادشي لان ديجا كنا صورناهم. شوفوا هنا 20% كلينيك. روعة الصراحة. تنقول له صافي وما كنقدرش نوقف، داكشي غزال. هذه المكازين ديال فيلز، نشوفوا حاجة أخرى إن شاء الله. سلام، هادشي تمن تقضية أنا وجميلة. بغيت غير نوريكم البارح شريت الحليب بربعطاش كرون، اليوم شريت وحدة البارح مع الثقل ما تقدرش تشري بزاف، ولكن اليوم شريت ثلاثة. علاش؟ لأنه من 14 الكرون ولا ثلاثة كرون ونص، حيت هاد الناس تيحتفلوا نيكي ديسمبر تيحتفلوا بنويل ديالهم وداكشي، فتيفرحوا تيفرحوا ولاد بلادهم بالرخاء، تيديروا شويه الرخاء. لنفرض مثلا هذه نورمالمون كدير تقريبا شي 17 كرون ولا 18 كرون، شريتها اليوم ب 8 كرون. هو الخبز الاصفر اللي هو الولاد كيبغيو. هذه كتكون ب 15، اليوم دايرينها ب 5، سكيفيت بجوج. هذه دابل كريم الحلويات او الروز او اي شغله، هذه خاصه بالحلويات. هادي كدير 21، اليوم 5. هادي ديال الروز اللي كيديروا الروز باللوز وكيحطوا هاد لاصوص، هادي حتى هي ب5. الصوص ديال اللي كتحط صوص حمراء كتحط فوق الروز. اقسم بالله البارح شريت هادي، شريت هاد البطاطا هادي البارح باش طيبنا البارح العشاء، شريتها ب 18. اليوم قسما بالله 5، 2 كيلو كيفاش شريت جوج، أو شريت جوج تساوي ديال السهرات، ولكن هادو كنوريهم لكم إن شاء الله من بعد ميمي جاية كتقلب. هادشي اللي بغيت نقول لكم، مشينا فوجنا تسارينا، غادي تشوفوا واحد اللقطة ديجا أنا ميمي غطية. شوف 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 ميمي، ماما هادشي راه ماشي ديالك ميمي. المهم هانتوما كتشوفوا ميمي اش كديري؟ ميمي ويلي 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 ويلي، غطيتي الشاشة. اجي اختي اجي، اجي حبيبتي اجي 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 ماما اجي اجي يا مامي اجي 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 اجي. هامي مهامي 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 مهامي. دازت اليوم السبت، داز زوين مع البارحة. الحمد لله نجحت في امتحان، الحمد لله والشكر لله. كان عندي امتحان من تسعود ديال الصباح وانا خارجة من الدار. الامتحان ما كملش حتى لجوج، حيت كان عندي من 11، كان عندي من 11 ل 12 ونص. كان واحد الغلط في لا ليست ديال الامتحان،
سكيفي دخلت الامتحان مع 12 ربع وساليت مع جوج. المهم ساعة ونص ديال هاكا المراجعة، الواحد تيراجع في واحد البيت بوحديتو، ومن بعد كيعيط لك الأستاذ، ومن بعد تيمتحنك وكيقول لك خرج لبرا باش كيتافق هو وهداك هداك المراقب اللي تيكون معاه، اللي كيسمو بالدنمارك كيسمو السنسر، أو تيهضر هو وياه. وهديك الساعة تيقول لك أجي دخل، قالوا لي فريدة دخلي، قال لي راك نجحتي الحمد لله شكرا لله، ساليت من التاريخ. وجاتني المحرقة الهولوكوست، الحمد لله الحمد لله. وكنت كنقول يا ربي يا ربي يا ربي تجيني يا اما الفرانس ريفولوسيون اللي هو الثوره الفرنسيه، او الهولوكوست المحرقه، او يا ربي تجيني ديال هذيك شو اسمه العبوديه اللي كانت في افريقيا اللي كانوا تياخذوا العبيد وداكشي. هادو ثلاثه كنت يعني كنت متمكنه منهم الحمد لله الحمد لله والشكر لله يا ربي. الغلط الاولاني اختاريت الثوره الفرنسيه، ومن بعد منين مشيت وجيت قال لي لا مادام شتي الموضوع فما غاديش تاخديه، غترجعي تاخدي من اول وجديد. فالثانيه اللي جيت خديت اول مره خديت رقم 5 جاتني لا ريفولوسيون ديال فرنسا، او الثانيه جاتني الهولوكوست. فالحمد لله الحمد لله والشكر لله نجحت ساليت. واحد الراحه ديال الحمد لله والشكر لله يا رب. بقى لي امتحان 3 يناير ان شاء الله، 3 جانفي لو 3 جانفي صافي هو الاخراني، او ان شاء الله كلشي تمام. فهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، الحمد لله نجحت. تاريخ صعيب بصراحه، وكرهته يعني كرهته ديال الصح. صافي هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، كنتمنى لكم ليله سعيده، وان شاء الله ان شاء الله المره الجايه غادي نقدر ندير انا ودينا شي فيديو، حيت واحد السيده قالت لي ديري مع دينا ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، شوفوا الناس كيفاش كيحتفلوا على ود الاعياد ديالهم اللي جايه، فتيديروا لهم الرخص. كنا اليوم في زهره خديت غير ديك كنشم الريحه. هذا الشيء اللي كاين، نقول لكم في امان الله وحفظه. باي باي.